بيان موقف بعد انتهاء مهلة الخمس أيام التي قام بها الحراك الشبابي المستقل بإعطائها للجهات المسؤولة الحكومية الرسمية والفصائل العسكرية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبنا المشروعة بشكل حقيقي وواقعي، وما يضمن لأهلنا في سنجار العيش بسلام وأمان وأخلاء مناطقنا وبين عوائلنا من المظاهر المسلحة. قررت اللجنة التنسيقية للحراك الشبابي المستقل الانتقال من مرحلة الوقفات الاحتجاجية التي بدأت بها في 2 آيار 2022 بدورة اليرموك بمركز قضاء سنجار، وتم أكمالها واستمرارها لمدة 18 يوما على التوالي في مفرق ناحية الشمال سنوني دون أحداث تغير ملموس. لذلك سيتخذ الحراك الشبابي المستقل في مرحلته القادمة القيام بتوسيع دائرة الاحتجاجات ليشمل مركز قضاء سنجار أيضا، وسيلحقها في القريب العاجل خطوات تصعيد مدني سلمية مكملة لما قمنا وسنقوم به. وسنبدأ من يوم غد الجمعة 20 آيار 2022 بعملية التوسيع للاحتجاجات، وخلال الأيام القليلة القادمة سنقوم بالاعتصام المفتوح بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بذلك. كما نطالب من المجتمع الدولي النظر بعين الاعتبار أننا مهمشون على كافة الأصعدة، وحتى عندما نصرخ حكومتنا تغض الطرف عما نطالب به. لذلك سنقول ونرددها: لا انكفاء للحراك الشبابي المستقل إلا بتحقيق المطالب التي تنادي بها، ونأمل أن لا نضطر للجوء إلى طرق سلمية أخرى أكبر ضغطاً تضع الحكومة العراقية والفصائل العسكرية الأخرى في مواقف محرجة أمام الرأي العام المحلي والعالمي، في حال لم يتم الاستجابة والتحرك لتنفيذ مطالب المجتمع السنجاري على وجه السرعة. الحراك الشبابي المستقل سنجار 19 آيار 2022.